آخر فقرات الحفل قراءة المولد والجلوات الولائية مع الرادود حسين منصور العريبي، فاستقبلوه بأحر الصلوات على محمد وآل محمد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، وكان لي والدون يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. حي شيعة علي الكرار حبهم أنوار المشرق نورت، حيهم حي شيعة علي الكرار حيهم أنوار المشرق نورت، حيهم مليون الافرح مع لميتهم، وحيهم بفضل ميلاد ابن النبي خير البرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. الليل يفوح بعطورة وردنا وردنا، الجواد اليوم من بابه وردنا وردنا، ردنا نحيي ميلاده وردنا نهني والده وكل البرية. جواد ابن الرضا لهواك هاوين، ودربك يا إمامي وين هاوين، ولولاك بجهنم كان هاوين، ولولاك العذا تشمت عليا. حروف المصطفى المختار باسمه، حروف المصطفى المختار باسمه، ونورا من النبي بالأرض باسمه، هذا النور للحزنان باسمه، انهني والده وكل البرية. اجينا لمولدك مولاي وبلهفة عنينا،
يا باب المراد اليوم جبناك الأمانينا، قصدناك بأمل وأشواق وبميلادك تهانينا. وها خوتها وها خوتها محتارة الدنيا بأفكار، محتارة الدنيا محتارة الدنيا بأفكار. ابزغر سنك يا ابو الهادي ورثت من جدك علامة، وحملت أعظم صفات الحسن جودة والكرامة. تاج للدنيا الأمة وما مثل تاج الإمامة. وها خوتها وهاي الموالها، ومن حيدر ماخذ ومن حيدر ماخذ شارات، ومن حيدر ماخذ ومن حيدر ماخذ. يا باب المراد اليوم جينا بكل حوايجنا يا الله، يا باب المراد اليوم جينا بكل حوايجنا، يلي بمنهل أجدادك تربينا وتدرجنا، يلي قبرك ملاذ الناس، قبرك روضة الجنة. وها خوتها فرحان الزهرة بميلادها، فرحان الزهرة فرحان الزهرة. يا المحزون يا المكروب يا من طايح بشدة، اقصد حضرة العشاق اللي بيها من الرضا من الرضا وجدة. أبد ما يرد لهفان والمحتار ما يرد. أخوتها اقصد للحضرة وطب ليها، اقصد للحضرة اقصد للحضرة. دكتورك إذا أيس والعلة غدت كلفة، روح اقصد أسد بغداد وحفيدة وادخل بلهفة. كل علة تطيب هناك ولا بد كل مرض يشفى. وها خوتها هاي الموالها، هاي الكورها مستشفى وما سد بيبانه، مستشفى وما سد مستشفى وما سد. ذنبك لو عظم يا صاح ومنا ما لقيت الحل، اتعنى للجواد وروحوا للحضرة طب وتوسل. سواد اللي بقلبك تلقاه أبيض ناصع تبدل. ها خوتها ها خوتها والبار ذنوبك يمحيها، والبار ذنوبك والبار ذنوبك والبار ذنوبك يمحيها، والبار ذنوبك. جلوة خفيفة. هذا بين خير العباد ليلة ميلاد الجواد، هذا بين خير العباد ليلة ميلاد الجواد. يا إمامي يا غرامي، يا إمامي يا غرامي. جوابك يا إمامي مثل هاي الليلة واجب نحتفل والهم يزول، نبعث الحب والتهاني للنبي الهادي الرسول. بارك الحرة الشريفة فاطمة الزهرة البتول، نسأل الباري السداد ليلة ميلاد الجواد، نسأل الباري السداد ليلة ميلاد الجواد. يا إمامي يا غرامي، يا إمامي أحلى آيات التهاني الليلة نبعث للرضا. مولد ابن اللي تميز بالعلم والموعظة،
هالحفل تعبير صادق عن ولاء الرافضة. هذا أعظم اعتقاد ليلة ميلاد الجواد، هذا أعظم اعتقاد ليلة ميلاد. يا إمامي يا غرامي، يا إمامي من زغر سنة أبو الهادي أخذ أعظم منزلة. كان 10 سنين عمره وحل أصعب مسألة. خيرة أصحاب المجالس بالفضل شهدت إله. يهدي للحق والرشاد ليلة ميلاد الجواد، يهدي للحق والرشاد يا إمامي يا غرامي، يا إمامي. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد. صلى الله على محمد وآل محمد. فلما أخذها الطلق طفئ المصباح، وكان بين يديها طست فاغتممت لانطفاء المصباح. فبينما نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر عليه السلام في الطست، وإذا عليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت فأبصرناه. فأخذته فوضعته في حجري. جاء في مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، تروي السيدة حكيمة بنت أبي الحسن موسى بن جعفر كيفية المولد العظيم وما لازمته من الكرامات. فتقول لما حضرت ولادة أم أبي جعفر عليه السلام: دعاني الإمام الرضا عليه السلام فقال: يا حكيمة احضري ولادتها. وأدخلني عليه السلام وإياها والقابلة بيتا، ووضع لنا مصباحا وأغلق الباب علينا. فلما أخذ الطلق طفئ المصباح، وكان بين يديها طست فاغتممت لانطفاء المصباح. فبينما نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر عليه السلام، أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآله صلوات. صلى على محمد علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، الحسين بن علي، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، وكل بياض والحاضرين. الله يعودنا وياكم إن شاء الله في حال أحسن من الحال إن شاء الله.